ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم هي فقره المطبخ. والنهارده معانا يعني موهبه بس صغنونه شويه، هي موهبه كبيره بس هي صغنونه في الحجم شويه، هي شيف بتطبخ وكمان صوتها خطير، صح يا رند؟ يعني معانا اليوم احلى كمان شفايه في العالم، معانا توما، يعني كثير مبسوطين بوجودك معانا. منوره يا توما، اخيرا معايا في البرنامج، منوره الدنيا. يلا قديه متوتره وخجوله. ايوه يعني بس خير، مع انها بتطلع معايا لايف ما بتبقاش خجوله كده، عادي بتبقى بتغني ومبسوطه ومفيش حاجه. يعني توما اصلا بتطلع معايا على طول لايف على الانستجرام، نقعد بقى ايه نهبل ونغني واغلبها في مسابقه الاغاني. اه جدا. يعني كمان مش بس شف شطوره، كمان صوتك كثير حلو كمان. ناويه تصير مغنيه؟ يعني نفسي والله. يلا ان شاء الله يا ربي. يعني لازم المنتجين كلهم اللي عم بيشوفونا اليوم توما صوتها حلو، اسمعونا وشوفونا كمان اكيد بفقرتنا اليوم بهو هن. يعني شايفه اشياء انا كثير بحبها شخصيا، سوشي وما سوشي وحركات ورايس بيبر. فشو رح تعملي لنا اليوم توما؟ هعمل رايس بيبر تشيبس. اوكي، هي حاجه مختلفه قوي يعني، فهتدوقيها هتعجبك قوي. أوكي. بالكراب ستيكس وبالدايناميت صوص كده، حلو قوي. تحفه. انا هترجم بس اللي قلته ده. ايه قولي تاني اسم الوصفه؟ رايس بيبر تشيبس. رايس بيبرز اللي هي ورق الرز، وده بيتعمل تشيبس لما بتنزله في النار بينفش كده بيبقى عامل زي الكراكرز. ومعاه الكابوريا الستيكس دي، الكابوريا وصوص الدايناميت اللي هو صوص حراق كده شويه. يس. حلو جدا. طيب قولي لنا المكونات بسرعه، وبعد كده عبال ما الزيت يسخن تقولي لنا اغنيه، وبعد كده نبتدي نعمل التشيبس. موافقه. يلا نبلش باغنيه ونختم باغنيه. بالظبط. احنا معانا هنا الرايس بيبر، ومعانا ورق النوري اللي هو السيويد، والكراب ستيكس، وهنا سويت شيلي صوص، وسيراتشا اللي هي هوت صوص، مايونيز، وسمسم، وزيت سمسم، وبصل اخضر. تحفه. طيب يلا، حابه تقلي الاول ولا تغني الاول؟ لا نقلي الاول. يلا لا اغني. لا يلا نقلي. ايوه لا خليها تاخد على الجو بعد كده تغني عادي. تمام. طيب ما في. طب توما؟ نعم. يعني ليش قررت يكون اسمك توما؟ بصي، هي جت بالصدفه كده، حد من صحابي هو طلع عليا الاسم ده، فانا عجبني فحسيته قريب لقلبي كده. فانا بيقولوا لي دلع كتير جدا. اوكي. بس هو ده اللي حسيته اقرب حاجه لقلبي، حبيته جدا، وكنت اول مره اسمعه اصلا. غريب. يعني لا، واتقال لي من حوالي مثلا 5-6 سنين، مش من كتير. اوكي. انا فكرت توما من تومي. لا شف حابه تكون هيك تومي. هي عادي ممكن تبقى قد توما برضه عادي. انت بتحطي على الورق الرز ده ميه عشان عايزه اخلي الاثنين دول يلزقوا في بعض كده. ماشي. الورق الرز ده موجود في السوبر ماركتس الكبيره عادي، ومش غالي كمان، وصحي جدا، مش هو مقلي، صحي. كمان لما بقى بيتقلي مع السيويد اللي هو الورق النوري ده، ورق الطحالب الاسيوي، بيبقى كريسبي قوي، بيبقى تحفه. خليها في الميه لو عايز، ما هي بتقع. ماشي. وبعدين بتحطيهم كده فوق بعض، وبعد كده بتنزليهم الزيت. الاثنين الميه بس، مش هنغرق ورق الرز، بس هنبله بس عشان يلزقوا في بعض، عشان لو غرقناه هيتحول لجيلاتين كده، بيكش على بعضه وبيبقى جيلاتين. هو بيكش قوي. اول مره بشوف هذا الشيء. انا بحب الحركه دي. بجد جربتها؟ لا ما جربتهاش، كلتها. والله انا عمري ما جربتها، فمتحمسه صراحه. انا بحب يعني السيوي قوي قوي، والطعم الكراب كمان مع الصوص بيديها طعم حلو قوي. دي حقيقه. ايش انت حاسه حالك بحصه فن ورسم؟ زي ايام المدرسه، رجعتينا لابو 30 40 50 سنه لورا. بالظبط. بلي تاني بس عشان يلا بلي براحتك. سقسقي. ثم احكي لنا عن الغنى. الغنى يعني جالك امتى؟ عرفتي امتى ان انت موهوبه؟ وانا في المدرسه. يعني صحابي كده كانوا بيسمعوني بدندن كده، فقعدوا يقولوا ايه ده انت بتغني وصوتك حلو كده. بس انا كنت بتكسف من زمان، وانا بتكسف. ايوه. فلما كنت بتجبر بقى ان انا اطلع اغني وكده، فكنت ببص يعني مثلا البور ده هي السبوره، فكنت ببص ورا واغني. ايوه. هلا انت خجوله، اظن نفسك تعملي هيك. خجوله برضه. ايوه. انا بعد اسبوع في الكورسات، انا اتعرفت على توما اول مره في الكورسات بتاعتي، كانت طالبه بتحضر الكورسات بتاعتي، وقفشتها كده، عرفت انها بتغني.
فرحت مطلعها على المسرح بقى. بجد انت مش فاهمه بقى عمر بالنسبه لي ايه يعني عبيت. انا لما عرفت ان هو عامل كورس اصلا انا مستنياه. فاللي هو اللي حببني في المطبخ واللي حببني في كل والله بجد. انت بتحكي عن نفس عمر حلمي اللي قدام اللي انا بشتغل معاه. ايوه انت متخيله؟ لا والله انت مش عارفاني وانا 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 يعني محاضر يعني ببقى مختلف تماما. حد مختلف ما ببقاش هلس او ببقى جد وكيوت. هو شخصيته مختلفه. والله بس بقى لما ما هي بعد كده يعني بقت فريقي بقى اصلا بتاع الكورسات بقت مساعد معايا شيف. فالفكره بقى شافت الشخصيه اللي انت بتشوفيها بقى فانصدمت. حصل لها صدمه حضاريه بس حبيتيها صح؟ جدا والله العظيم جدا. اصلا دمه خفيف وبيضحكني قوي حبيبتي والله. بس فبعد كده بقت هي بقى فقره ثابته في الكورسات ان هي بتغني في الكورسات. هي بتغني معاها بغني معاها على طول وبابا كمان بيغني معاها. بابا بيجي الكورسات بيحبها قوي بيحب صوتها جدا بجد بنغني انا وهو بتبقى فقره تحفه. بابا على فكره ما بيحبش صوت اي حد خالص يعني هو حب صوتها على طول. يعني انا صراحه سمعتها بالدندن قبل شوي وعن جد صوتها كثير حلو حنون يعني بجد ثانك يو. عن جد بسم الله عليك. طيب قولي لي من امتى بلشتي تطبخي يعني امتى دخلتي المطبخ اول مره وحكيتي انا بدي اصير شيف؟ بصي انا من زمان قوي وانا صغيره مثلا وانا 12 سنه ولا حاجه كنت بتفرج على فتافيت. اوكي فكنت متابعاها قوي بشغف رهيب معرفش ليه اصلا يعني بتفرج عليه بس. ففضلت بقى اتفرج عليها فتره كبيره قوي كده ويعني نفسي ان انا ادخل اجرب بس هم كنت بحس ان الانجريدينت صعب قوي في فتافيت وانه مش موجوده متوفره في كل البيوت. عشان تعرفي ان لما كنت في فتافيت كنت بعمل حاجات مصريه ومكونات في مصر اهو. بس انا دايما كنت احس بقى ان انا ايه بميل للحاجات اللي مش موجوده. اللي مش موجوده اصلا. ما هو انت بتعملي حاجات مش موجوده في الوجود اساسا. وبعدين بعد ما اتفرجتي على فتافيت مش عارفه ليه بصعبها على نفسي. طيب بعدين بس وبعد كده يعني حسيت بقى ان انا ايه نفسي ادخل اجرب بقى حاجه فبدات ان انا ادخل اجرب فالحاجات بقت تطلع شكلها حلو قوي وبيقولوا لي بقى ان هي مختلفه. اوكي فقلت طب خلاص اصور بقى الحاجات دي عادي اللي هو بصورها لنفسي في الموبايل. أوكي. عادي فقاعدين في مره كده انا وبنت خالي فبتقول لي الله انت شكل الاكل بتاعك حلو قوي فما تيجي نعمل اكونت على انستغرام وكده. فقلت لها طب والله فكره يعني يا ريت. بس عملت الاكونت ويعني مثلا لما جالي 1000 فولورز بالنسبه لي كانوا مليون مثلا. طبعا بتحسي حالك تقدرتي انا في حدا مقدر ايش ولايكات بقى وبتاع. فبدات بقى من هنا ان انا لا اهتم بالبيج وكده وان انا اخد كورسز بقى. برافو. فاخدت بقى كورسات مع كذا شيف في اكاديميه طبخ في اكتوبر وكده وعمر كان بقى من ضمنهم. بس ومن ساعتها بقى الاكونت بدا يكبر ويشتغل كويس وكده والناس بقت بتحبني جدا وبتعمل الوصفات وتبعت لي وبيسالوكي تيبس معينه تعطيهم انه اعمل ايه طب ما لقيتش البهار ده وايش ممكن احط بديل برد على كل الناس اصلا وبساعدهم جدا ومثلا لو في حاجه بقول لهم على بدلها كده يعني احنا دايما صحاب على السوشيال ميديا ما بحسش ان احنا ناس غريبه عني او حاجه كنتي معايا خلاص فريندز عن جد كنا بنتكلم. وجيت فتره مثلا بعدت كده عن السوشيال ميديا حوالي سنتين اصلا بفتح بلاقي مسجات لمده سنتين. واو ايوه الناس بتسال عنها عندي ليه ما بقتش تطلع مع توما لايف هي فين هاتها لنا. وانت كان عندي ظروف في البيت وكده فانا مش جايب عليك خلاص فكنت مضطره اختفي شويه بس بصراحه كل ما برجع بلاقي ان هم مرحبين بيا قوي بيشتاقوا لك اكتر فبتبسط قوي بجد. وانا هرحب قوي لو انت قالتي بقى دلوقتي انا عايز الصراحه اكل بقى. انا هدوق واحد اصلا من غير ال يلا من غير ايه من غير الكراب. ماشي اجيب لك المصفى ولا ماشي اصلا في ثانيه بتخلص. خد الطبق بقى كله عشان تصفي عليه. والله شطوه بس معقول شكلها قديش خلصت. اي خلصت خلاص. ما هو عارفه الكراكرز اللي بيجيبوها لك اللي هي بالجمبري دي وبتاعت الرز هي كده بيقلوها كده في ثانيه الرايس كراكرز دي.